Techno-planète. Information. Claire et net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل الإخوة والأخوات في هذا الأستوس الآخر من الأستوس ويندوز. إن شاء الله في هذا الحصة غادي نحضروا على كيفاش نقدروا أننا نبلوكيو واحد الموقع إلكتروني أو عدد من المواقع الإلكترونية، يعني من كيفاش نقدر نبلوكيوها بدون برامج، يعني بدون ما نحتاجوا لأي برنامج للبلوكاج ديال لي سيت ويب. كيفاش نقدر نبلوكيها فقط من PCND من الويندوز بطريقة سهلة وميسرة إن شاء الله. إذا غادي نديرو تجربة. أولا غادي ندخل على مثلا نحاول نبلوكي اليوتيوب. مثلا أحيانا تيكون عندك أطفال صغار في الدار أو هذا، مثلا كتبغي تمنعهم انهم يتفرجوش في اليوتيوب مثلا، ولا ما تبغيهمش يتكونكتو في فيسبوك. اذا ممكن انك تبلوكيه، راه زعما من بعد تعاود تبلوكيه. اذا غادي نديرو تجربة. مثلا غادي نشوفو، نمشي دابا ندخل اليوتيوب وغادي نشوفو دابا بلي راه كيتفتح عادي. اذا نمشي ندخل اليوتيوب. كنفتح اليوتيوب نيشان. نشوف دابا واش غتفتح لنا اليوتيوب ولا لا. فوالا. إذا دابا اليوتيوب هو اللي تفتح. فوالا. نعطي لا ريشيرش. والسيت راهو خدام عادي. إذا الآن غادي مزيان، إذا السيت هو خدام، إذا غادي نسدوه دابا ونمشي نشوفو الطريقة كيفاش غادي نديرو نبلوكيوه، ومن بعد نرجع ونعاود نحل اليوتيوب ونشوف واش غادي تحل لي أو لا. نسد بـ Alt F4 دابا. كيفاش غادي نبلوكي السيت؟ أي سيت بغيت كنمشي لديسك لوكال سي، أورديناتور ديسك لوكال سي أو لا سو بي سي ديسك لوكال سي حسب الويندوز اللي عندنا. إذا غنمشي لويندوز ديسك لوكال سي. فوالا، نفتح الديسك لوكال سي، كنمشي لويندوز، كنقلب عليه بالفلاش أو فقط يكفي أنني ندير دبل في، يعطيني ويندوز. كندخل لدوسي الويندوز، كنقلب على سيستم 32، يكفي أنني ندير SY ونهبط مرة واحدة. إذا SY، إذا عطاني سيستم، نهبط مرة واحدة. سيستم 32، ندخل ليه. Alors, une fois qu'on entre le système 32, on dit origine. Je me refais à la haute dossier. On va le driver. Can dire DR, je vais te faire un légion. Voilà, driver ou drivers. Quand on entre l'entrée. Voilà, on va le dossier. Le roi. Host. انجلش هوست، كان هذا هو اللي كنديروا فيه التغييرات. اذا كيفاش كنديروا ليه؟ كنكليكو عليه اونتري. فوالا، اذا ملي كنكليكو عليه اونتري كيطلب من الويندوز اننا نختاروا اشمن البروغرام باش بغينا نفتحوه، اشمن لوجيسيال باش بغينا نفتحوا هذا الفيشي هذا. حنا بيان سو غنختاروا ليه بلوك نوت. كنهبط بلا ريسك، كنلقى بالفلاش، كنلقى بلوك نوت، ندير عليها اونتري.
بلوك نوت ديزو فوالا هوست بلوك نوت انا وتفتح لنا الفيشي كوبي رايت اوكي فوالا دابا الخطوه اللي غادي نديرو هي غنديرو كونترول فان باش نمشي لاخر حاجه في الفيشي باقي فوالا باقي حتى في اخر حاجه تلقى خاوي دي. فوالا دابا ندير نقدر ندير اونتري ولا نقدر نكتب في هذا الفراغ اذا اخر حاجه فيه هي لوكال هوست لوكال هوست كنخلي واحد السطر خاوي نهبط حتى منه ولا نكفي ندير اونتري مثلا شحال ما بغيت ندير اونتري واحد جوج مرات ثلاث مرات ونكتب اذا اشنو غادي نكتب باش نبلوكي اليوتيوب مثلا كنكتب كنكتيفي الارقام كنكتب صفر بوان صفر بوان صفر بوان صفر اذا صفر بوان صفر بوان صفر بوان صفر اذا اربعه الاصفار ومن صفر وبين صفر وصفر كاين بوان يعني ثلاثه ديال النقاط واربعه ديال الاصفار يعني صفر الاول نقطه صفر نقطه صفر نقطه صفر وكندير سباس اذا من بعد ما درت صفر نقطه صفر نقطه صفر نقطه صفر كندير سباس وكنكتب السيت اذا نكتب مثلا دبليو 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 youtube.com فقط هادشي اللي كنكتب الا بغيت ندير الا بغيت نبلوكي شي سيت اخر يكفينا ندير اونتري وندير اونتري عاوتاني واحد المره اخرى باش نخلي واحد الفراغ بين هذاك وبين الموقع الاول والموقع الثاني يكون على السطر خاوي بيناتهم وندير مثلا موقع اخر نجرب مثلا فيسبوك اذا نبلوكي حتى الفيسبوك صفر نقطه facebook.com بالنسبه لفيسبوك الا بغيتي تبلوكي الصفحه ديال ديال الموبيل كتكتب m.facebook.com بغيتي تبلوكي الصفحه يعني كلها كدير www.facebook.com اذا هنا نقدر نبلوكيهم بجوج ندير www ندير الصفحه ديال m باش نبلوكيهم يعني بجوجهم الصفحات بجوج ديال فيسبوك وكان اونجستري بكونترول s كونترول اس وكنسد هادشي بالت اف 4 صافي اذا كنسد كلشي ودابا نمشي نجرب نمشي دابا نجرب واش البلوكاليا تبلوكا المواقع اللي بلوكيت او لا لا نمشي نفتح الانترنت ديالي مثلا او نمشي لادريس ديالي ونكتب دابا غندير عاوتاني يوتيوب نجرب يوتيوب وندير الت كونترول اونتري Facebook, on dirait un contrôle entrée. Gracias.
نمسح هذا اللي ديبلوكيت ندير كنترول اس كنترول كنشرح لهاد الشيء كنترول اس وندير على F4 ونجرب دابا واش غتفتحوا يوتيوب مثلا Alt كنترول انتري إذا نعود تفتح تفتح بشكل عادي فوالا هذا هو اليوتيوب تفتح بطريقة عادية ما فيه حتى شي إشكال وكذلك الفيسبوك غتفتح تو بطريقة عادية إذا هذه هي طريقة باش كنقدروا نبروكيو أي سيت بغينا بكل بساطة ومن بعد نقدروا نديبلوكيوه بطريقة طريقة سهلة فين نمشي نمسح هذوك الأسطول اللي زدت في هذاك الفيشي وهكذا كنبلوكي أي سيت بغيت بدون برامج وبطريقة ميسرة كنتمنى أن هاد لاستوس ينال الإعجاب ديالكم وإن شاء الله المزيد من لاستوس في الحلقات المقبلة تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.